ينضم معنا من اسطنبول السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. استاذ شاهو بداية مرحبا بكم، يعني عامان على السيطرة على الموصل، ما الذي يؤخر إعادة إعمار المدينة؟ تحياتي لكم. بداية من الواضح أن قرار الحكومة العراقية السريع في التدخل السريع وأيضا التحرير والتدمير السريع للمدينة كان هدفه تحت ضغط دولي للتخلص من داعش دون مراعاة ما سيجري على أرض الواقع، وأيضا لتحقيق مكسب انتخابي للسيد العبادي. كان يريد أن يبرز انتصاره ويكسب تعاطف الشعب حتى ينتصر في الانتخابات، وبالتالي لم يهتم بالأضرار الجانبية التي سيقع أكثر من اهتمامه بالتخلص من داعش في المدينة. وهذا الأمر تسبب في وقوع أضرار كبيرة في الكثير من مناطق الموصل. هناك الأضرار 100% يعني تضررت، والموصل تحتاج إلى مليارات الدولارات، وبسبب الفساد المتراكم لم يستطع العبادي أن يقوم بإعادة إعمار المدينة وانتهى ولايته. والآن الحكومة الجديدة التي سوف تأتي أيضا سوف تنشغل بأمور أهم أو أمور تعتبرها أهم كالجانب الأمني، وبالتالي تتخلى عن موضوع إعادة إعمار المدينة. ولا ننسى أنه حتى الآن هناك أماكن كثيرة في الموصل فيها روائح الجثث المتفسخة، وإلى الآن يتم العثور على الجثث بالعشرات وبالمئات دون تدخل الحكومي بشكل قوي. الآن بدأ العوائل هم يقومون بإعادة إعمار بيوتهم في المدينة وإعادة إعمار منازلهم، ولا يوجد التعاون المعقول من قبل الحكومة. على العكس، في آخر قرار لحكومة بغداد تقوم بوضع نقاط جمركية بين دهوك والموصل، وبالتالي يزيد أسعار الأغراض والمأكولات للمواطنين، وبالتالي تزيد الحكومة من عبء المواطنين على حساب ميليشيات مسلحة أو أحزاب متنفذة تقوم بأخذ الأرباح والأتاوات من هؤلاء التجار الذين يريدون مساعدة المواطنين في المدينة. أستاذ شاهو، الحكومة أعلنت مرارا أنها تريد إعمار الموصل، وعقد بالفعل مؤتمر لإعادة الإعمار في الكويت كما هو معلوم. لماذا أحجمت الدول المشاركة عن منح أموال الإعمار للعراق؟ بلا شك أن تاريخ المؤتمرات الإعمار والتي كانت الخامسة على ما أعتقد أو السادسة من مؤتمرات إعادة الإعمار، المؤتمرات السابقة لم تكن مشجعة للأطراف التي شاركت في هذا المؤتمر. فالأطراف أو الخلايا التي تسيطر على العراق والأحزاب الفاسدة ما زالت موجودة، ومن المؤكد أنها تعطي أرقاما خيالية حتى تستطيع أن تسرق هذه الأموال بقدر كافي، و يتخيل الأطراف المشاركة في هذه المؤتمرات أن الأموال تذهب لإعادة الإعمار، ولكن في الحقيقة لا تذهب لإعادة الإعمار وإنما تذهب لجيوب الفاسدين. وبالتالي هذه الأطراف اشترطت أن يكون هناك رقابة من قبلها وإشراف على المشاريع، والحكومة العراقية قد تتجنب هذا الخيار لأنها تدرك أن في هذا الحال لا تستطيع أن تقوم بالاحتيال وتسرق هذه الأموال، وبالتالي هذه الأطراف أيضا لن تجازف بتقديم مليارات الدولارات للحكومة العراقية والأحزاب التي تعلم أنها ليست أيادي أمينة. والآن الحكومة العراقية والأحزاب التي تحكم في بغداد تريد أن تكسب من هذا المال من أموال إعادة الإعمار، ولذلك تعطي مبالغ خيالية، والأطراف الدولية أعتقد وصلت لهذه القناعة، وبالتالي لن تسلم هذه الأموال إلا بعدما تتأكد من وجود ضمانات محلية أولا ودولية ثانيا، وإشراف أيضا هذه الدول على كيفية إنفاق الأموال حتى تتأكد من أنها تذهب للأيادي الصحيحة. تماما. في هذا الإطار، يعني العراقيون يقولون أن العراق ليس بحاجة لمساعدة أحد من أجل إعمار بلدهم، فبلدهم يعني غني بالنفط في ظل ارتفاع أسعار برميل النفط الواحد إلى 80 دولار، في حين تم إعداد الموازنة على احتساب سعر البرميل 56 دولار. يعني هذه الفوارق ألا تعتبر أموال العراقيين؟ أين تذهب؟ بلا شك الأموال كافية، والآن انتهى تنظيم داعش، وأيضا ارتفع أسعار النفط، وأيضا تم الكشف عن بعض ملفات الفساد، ولكن رغم ذلك نرى أنه لا يستطيع العراق الاعتماد على نفسه. لماذا؟ لأن شبكات الفساد كثيرة جدا. نحن نرى أن أغلب أموال العراق تذهب إلى الرواتب التقاعدية التي
قبل يومين تم إقرار تقاعد رئيس الجمهورية وأيضا نوابه، ويتم توفير رواتب لهم ويتم توفير امتيازات. هذا يذهب إلى هذا الأمر، وكل شخص كل مسؤول لديه العديد من المستشارين، وبالتالي كل الأحزاب داخل الحكومة شكلوا شبكات من الفساد. وهذا المال حتى لو وصل سعر النفط إلى $100 سوف يبقى الفساد، ويبقى العراق فقيرا ينتظر الخارج من المساعدة. ولا يمكن أن ينجح أي حكومة في توفير العدالة والمساواة للمواطنين إلا عندما يبدأ بالقضاء على هذه شبكات الفساد. العبادي في البداية كان متحمسا وكان يقول سوف نتخلص من البعض، والبعض يريدون استغلال الدولة والبعض من الفاسدين، ولكن سوف يترك السلطة ولم يحدد من هم البعض ولم يحاسبهم. وبالتالي العراق بحاجة إلى رئيس وزراء قوي وحازم يحدد الفاسدين ويتخلص منهم فورا حتى يستطيع أن يستعيد قوته، وإلا فلن يتأثر تغيير أسعار النفط أو أيضا إيجاد موارد أخرى للعراق وتفعيل السياحة. هذه الأمور لا تتأثر بوجود هذه الشبكات الاخطبوطية من الفساد داخل الدولة. وزارة التخطيط أستاذ شاهو في العراق تقول أن إعادة إعمار الموصل قد تستغرق 10 سنوات، يعني أي نصر إذن كان في الموصل بحسب ما تقول الحكومة؟ الكثير من البلدان يعني عانت من الحروب والويلات وتم بناؤها في أقل من 2 سنوات. بلا شك، لأنها حكومة فاسدة، وأيضا أن من الممكن أن يتم أصلا بناء مدينة جديدة بأقل من هذه السنوات التي حددتها الحكومة 10 سنوات، وبالتالي ندرك أن هناك تلاعب بهذا الأمر، وهناك عجز من الحكومة العراقية على التعامل مع هذا الواقع الموجود. وهذا دليل على أنها اهتمت بتدمير المدينة ولم تفكر في تداعيات ما يجري على أرض الواقع الآن. يعني أنت عندك 1,000,000 شخص ليس لديهم منازل، الآن هم يعني يلجؤون إلى مواردهم الشخصية لبناء المنازل. وأيضا الحكومة العراقية قررت إعطاء قروض للمواطنين، يعني هي لا تتبنى إعادة إعمار المنازل بقدر ما تعطي قروض وتريد استردادها لاحقا، يعني تزيد العوائق أمام المواطنين بدل أن تقدم التسهيلات. وهذه الحكومة ليس لديها تجربة في كيفية الإدارة وإدارة الدولة، وتجاربها السابقة هي في التدمير وإلحاق الضرر بالمواطنين. وبالتالي حتى أنا أعتقد أن 10 سنوات أيضا كثيرة، هذه الحكومة عاجزة عن بناء الموصل من جديد خلال 10 سنوات، بل هي تريد أن توضح هذا الأمر للرأي العام العالمي حتى تكسب المساعدات، وبالتالي يتم الاحتيال إدخالها في عقود وهمية ويتم الاحتيال عليها ويؤخذ هذه المبالغ، ولا يتم إعمارها لا ب10 سنوات ولا ب15 سنة. من إسطنبول السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك.